أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير. لمتابعين شاشة تلفزيون قطر، نحييكم من سيف كتارة ومن مهرجان المحامل التقليدية 2017 في نسخته السابعة. طبعا تابعنا يوم أمس كثير من المسابقات، وأيضا كان هناك حماس في كل المسابقات، واليوم أيضا راح نتابع كثير من المسابقات. يمكن تلاحظون وراي الآن استعداد طبعا الزوارق الشراعية للانطلاق بعد قليل، أو المراكب الشراعية. راح أيضا يرافقني أخوي صلاح المناعي في هذه الجولة، راح نعقب على طبعا كل ما نراه وننقل لكم الصورة حية من هذا السيف ومن هذا الشاطئ بإذن الله. لكن أيضا تابعونا، ودعوة من تلفزيون قطر للحضور لهذا المهرجان اللي أكيد نفرح بشوفتكم، وأيضا راح تتعرفون على كثير من الثقافات في هذا المكان. أكيد الكلمة لسعود.
المشاهدين، امسي عليكم وعلى جميع متابعين تلفزيون قطر وعلى زميلي خليفه الرميحي. طبعا مثل ما ذكرت يا خليفه، احنا متواجدين في كتاره لتغطيه مهرجان المحامل من نسخته السابعه. ونعم صحيح، الامس كان في الكثير من المسابقات، والمسابقات ما زالت مستمره اليوم، وايضا في فعاليات على السيف، وان شاء الله احنا بنرجع لكم بتفاصيل اكثر عن هذه الفعاليات، وبنغطيها لكم تفاصيل، وبنغطي لكم مسابقه ان شاء الله، وحتى التتويج بنحاول نغطيه، ونرجع لكم. نعم، عدنا لكم مرة أخرى. مثل ما ذكرنا، معاي أخوي صلاح بن إبراهيم المناعي. أكيد أخوي صلاح راح يرافقني في هذه الرحلة. لكن أخوي صلاح في البداية، وصلاح أيضا نائب رئيس نادي الدوحة للرياضات البحرية، وهو اليوم متواجد معاي، وأكيد راح يقدم لكم معلومات كثيرة. أبو إبراهيم مساك الله بالخير في البداية. مساك الله بالنور والسرور أخوي أبو أحمد. أبو إبراهيم، في البداية كلمني، هذه المسابقة الآن، وقلت لنا قبل لا نطلع على الهواء، هناك أيضا شيء يجرى الآن في مع هذه المراكب. مثل ما نشوف احنا، طبعا هذه مسابقة تقليدية، ونشوف المحامل الشرعية. اليوم تغير التكنيك بحكم الهواء، هذه الرياضة متعلقة باتجاه الهواء. أمس شفنا الجولة الأولى، انطلقنا من وسط من السيف إلين وسط البحر. اليوم سبحان الله تغير اتجاه الهواء، فمجبورين إن احنا ننطلق من وسط البحر على أساس تكون النهاية على السيف وين الجمهور موجود. أبو إبراهيم، كم عدد المشاركين اليوم؟ يوم أمس كانوا 10، اليوم كم؟ أمس كانوا عندنا مثل ما قلت صحيح، كانوا عندنا 10 متسابقين، اليوم عندنا 9 متسابقين، لأن في متسابق مثل ما شفتوا شافوا الجمهور كلهم تعرض لحادث أمس، دخل عليه الماء وتقريبا طبع محملة، لكن إن شاء الله راح نشوفها في الجولة الختامية اللي هي بتكون يوم السبت. إذن اليوم 9 متسابقين راح يكونون؟ صحيح، إحنا عندنا 9 متسابقين من أصل 10 يتنافسون على بطولة كتارة المحامل الشرعية اللي هي تتكون من 3 جولات. نعم، الآن أخوي أبو إبراهيم أكيد في الاستوديو الزملاء راح يرجعون لأرض المحامل أو لأرض طبعا الاحتفالية، حتى يبدأ هذا السباق، وراح نتواصل وياهم وراح نقدم لهم معلومات عن المتسابقين أيضا والنواخذة، وراح نعلق أيضا على المنافسة. يعني أكيد المنافسة الكل يطمح في الفوز. صحيح صحيح صحيح، إن شاء الله ندعو حق المتسابقين، ونطلب من الجمهور والمشاهدين خلف الشاشات أن يدعون لهم، أن الله يحفظهم ويوفقهم، وفي النهاية كلنا يأخذ رزقه ونصيبه. بارك الله فيك يا أبو إبراهيم، بتكون وياي في هذه الجولة. لكن الآن أكيد هناك مناظر خلابة من هذه الاحتفالية في هذا المهرجان وعلى سيف كتارة، نخليكم معها حتى يجهزون الأخوان في سباق القوارب، وراح نوافيكم بالتفاصيل أولا بأول. إذن الآن مشاهدينا ومتابعينا، مثل ما تشوفون بدأت الانطلاقة للزوارق الشراعية أو المراكب الشراعية. أبو إبراهيم، شو اللي وصلك الحين من المركز الأول؟ طبعاً إحنا في بداية السباق، الحين صعب إن نحدد من هو اللي في المركز الأول، في واحد لكن أنا أشوف محمل رسلان والناخذة ناصر المسند، أعتقد من زاويتنا يبين لنا هو متقدم على كل المحامل. طبعا ما نقدر نحكم واحنا في بدايه السباق، خصوصا ان سباق اليوم
في مثل ما نقول في بوية التفاف. نعم. مثل ما يسمونها المحامل هذا الخيور. نعم. فبيكون في احتمال كبير تغيير مراكز. إبراهيم نشوف الآن التحام أو تقارب غاربين من بعض، لذلك يمكن صعب أن احنا نحكم عليهم مثل ما ذكرت في بداية هذا السباق، لكن بعد فترة بسيطة من الزمن راح نتعرف على الزوارق بشكل كامل وتام. صحيح أخوي أبو أحمد، مثل ما قلت الحين طبعا في بداية السباق، وخصوصا ان اليوم سرعه الرياح ما تشجع انه يكون في فرق كبير بين المحامل، لكن هذا الان يعتمد والله اعلم على خبره النواخذه اللي ماسكين المحامل ويوجهون تعليمات حق اليزول وياهم. طبعا بدينا الحين نشوف شوي القاب او المسافات تبعد بين محمل ومحمل. عندنا محمل رسلان في المقدمه، طبعا رسلان بقياده اخونا ناصر المسند يطمح انه يسيطر على سباق اليوم، اساس ايش يكون عنده اكبر كميه من النقاط ويحصل على بطوله المحامل الشرعيه اللي في مهرجان قطر. ابراهيم نقدر نقول اليوم ان البحر مدوق ولا كشكاش؟ لا، مثل ما نشوف احنا البحر اليوم خواهر ومن اروع ما يمكن بالنسبه للمشاهدين. نعم. لكن بالنسبه لاخواننا المحامل المتسابقين يتمنون الهواء اليوم. صحيح 100%، كلنا يتمنى الهواء، لان الهواء مثل ما نعرف احنا يعطي المحامل الشرعيه امكانيه في السرعه رقم واحد، بعدين امكانيه ثانيه في الثبات. الان بنوصل بعد شوي لبويه الدوران وبويه الالتفاف، هذه طبعا هذه هي اللي راح من خلالها نحدد من اللي راح ياخذ جولة اليوم ويحصل على العشرين نقطة. نعم، لكن يا أبو إبراهيم أنا أشوف المحامل هي مقاس واحد والأشرعة أيضا مقاس واحد، لكن هناك فرق في المسافات بين هذا ترجع لفن النوخذة أو نقول تصرفه. إحنا نعرف أن كل مسابقة وجدت في يعني الدنيا لها مواصفات ومقاييس، وهذه رياضة من الرياضات اللي يلتزمون فيها المتسابقين بمقاييس معينه للمحامل وايضا للشرع وايضا للدقال والفرمن. يعني اغلب التكنيك كله يعتمد على تكنيك النوخذه وامكانياته وحساباته وين يروح في مثل هالجو. طيب الان نرى احد المحامل او نقول الخشب الان وتوقف تماما تقريبا، تتوقع شو المشكله عنده يا ابو ابراهيم؟ مثل ما قلت انت تقريبا، انت تحس انه توقف لكن هو ما وقف، وهو يمشي يعني مثل ما نقول بسرعه بطيئه لسببين. السبب الاول احنا عندنا سرعه الهواء اليوم جدا نازله واحنا رايحين في نزول. السبب الثاني مثل ما نشوف مشروع اللؤلؤه والابراج طبعا تحجب جزء كبير من الهواء. فالان كل واحد من النواخذه عنده تكنيك معين شلون يقدر يوصل لبويه الالتفاف ويرجع من فوقها اساس يوصل بويه الفنش. نعم، يعني الان كل غارب عليه تقريبا مع النوخذه اربع نقول بحاره. هو المحمل يعني المطلوب انه يكون فيه من 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 ثلاثه الى اربعه، خصوصا ان احنا نتكلم عن المحامل 22 قدم، طبعا المحامل هذه صغيره، فاذا كان هو شخص والنواخذ اللي وياه او اليزوه اللي وياه متمرسين فيكفيهم ثلاثه، وإذا كانوا مثل ما نقول توهم علمية فيحتاجون أربعة. نعم. الآن أبو إبراهيم نرى البعض في المؤخرة وفي ذيل هذا السباق، وأيضا الأول ما زال أعتقد هو الأول حتى الآن أو تغير مركزه؟ ما زال محنا رسلان في المركز الأول، وأعتقد أن غازي في المركز الثالث تقريبا، لكن مثل ما شفت سرعة الهواء تقريبا بطيئه جدا، خلاص تقريبا احنا بنوصل صفر. فصفر انت تتكلم عن محامل شرعيه، بينما عندنا الابراج اللؤلؤه تحجب عنهم الهواء، لكن احنا بدينا نشوف المحمل رسلان بدا في الالتفاف. لا مش رسلان، عندنا قازي في المركز الاول بدا يخاير. الحين العمليه اللي نشوفها هذه اللي هي قلب الشراع، هذه يسمونها الخيور، طبعا يقلب الشراع من اتجاه لاتجاه الاخر اساس ما يلصق الشراع على الدقل، وما يسمونه اهل البحر يسمونه يقولون شراع كرف. كرف، نعم. ايوه، الحين نشوف احنا محمل غازي والنوخذه عبد الله بن عيسى الخليفي هو اول محمل خاير. وبدا في الالتفاف. نعم صحيح، لكن راغب من اللي في المركز الثاني؟ رسلان اللي هو ناصر المسند. نعم. رسلان هو اللي فاز في المركز الاول في الجوله الاولى اللي هي كانت امس. نعم. الان عبد الله بن عيسى الخليفي يحاول انه يسرق من عنده الصداره اساس يقدر
يحافظ او ينتزع الصداره منه اساس يفوز بطل. رسلان الان يعني تباعا وراء المركز الاول مباشره، واكيد ما راح يخليه، لان هذا هذا هذه المنافسه الان. صحيح ان غازي بقياده عبد الله بن عيسى الخليفي خلص اليوم في المركز الاول، ومحمل رسلان بقياده ناصر المسند خلص في المركز الثاني، معناته ان احنا مش راح نعرف من بطل البطوله هذه حتى ختامها. بنتقل الى يوم السبت، ويوم السبت بيكون يوم فاصل حق المحامل. نعم، اذا نتابع بعض هذه اللقطات لسباق المراكب الشراعيه، وانتم ترون الان يعني الهواء تقريبا يعني طايح، ومثل ما ذكر اخوي ابراهيم وصلنا درجة الصفر، وتلاحظون أيضا المراكب الشراعية وهي تمشي ببطء شديد غير عن يوم أمس اللي كان فيه طبعا يعني تتابع، وكان فيه هناك تنافس كبير بين المراكب، لكن الآن نلاحظ هناك فروقات بين الأول والثاني والثالث والرابع، وأيضا هناك البعض حتى يمكن عند بداية الانطلاق أو مع بداية الانطلاق أبو إبراهيم، أعتقد بعض المراكب حتى ما وصلت نصف المسافة. صحيح، في بعض المحامل سبحان الله، احنا دائما نقول في نهايه اليوم مع غروب الشمس طبعا دائما، واحنا كلنا نعرف ان سرعه الهواء تنزل، وبما ان هذه المحامل اصلا تعتمد اعتماد كلي من بعد الله على سرعه الهواء، فمجرد ان الهواء ينزل فكل المحامل راح تقل سرعتها، واحتمال نوصل لمرحله الصفر للوقوف. فهذا مثل واحد مثل الحين المتصدر السباق اللي هو محمل غازي، الان وصل مرحله الصفر، ينطر من بعد الله اي سايبه. نعم. تجيه وتشل محمله يتحرك اساس يتحرك. نعم. لكن اذا تم على مكانه اعتقد ان محمل رسلان راح يغير وضع السباق. ابراهيم الان تتوقع اليزوه والنوخذه على اعصابهم، لان الهواء اليوم ما ساعدهم. طبعا اذا احنا كمشاهدين على اعصابنا فما بالك اللي في المحمل، الان في حسابات عنده هو يغير اتجاهه على اساس يقدر يوصل لخط الفينش. الان كلهم كمتسابقين ياسين يعيدون حساباتهم، لما انطلقوا كانت سرعه الهواء تقريبا 5، الان احنا نتكلم عن 1.5 أو 2، لكن هناك بعض المحامل بدات تتحرك يعني. صحيح. الآن هذا المحمل رقم 5 رسلان اللي هو ايوه اعتقد وبدا يمشي يعني خطى ثابته. في تصوري ان ناخذه اللي هو ناصر المسند غير تكتيكه وغير اتجاهه، فاحنا نشوف محمل قازي وين رايح، وهو غير التكتيك ماله على اساس انه ايش يتوقع ان سرعه الهواء راح توصل صفر الان، فيغير اتجاهه على اساس يقدر يوصل خط الفينش. نعم ابراهيم، في النهايه طبعا ابو ابراهيم نتمنى التوفيق للجميع، اكيد هناك مسابقات اخرى، واخواننا في الاستوديو راح ينتقلون اكيد للزميل سعود ايضا لتكمله هذا البرنامج في مسابقه اخرى، لكن اكيد نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقه. ونقول حق اخواننا المشاهدين والمتابعين ان شاء الله راح نوافيكم بالاخبار، بس بعد ما تتحرك المحامل وتوصل قريب خط النهايه. بارك الله فيك يا ابو ابراهيم. اذا الان عوده للزميل سعود ولتكمله المسابقات اللي عنده، ونحن ايضا نتابع هذا السباق بشغف حتى اخر نفس. يعطيك العافيه زميلي خليفه الرميحي، وما قصرت، وكل التوفيق للزملاء والنواخذة معاك في السباق قوارب الشراع. مثل ما تشوفون انا حاليا متواجد في سباق الشوش او التشويش، مثل ما تشوفون بدا السباق حاليا، وعباره عن 3 فرقه، وكل فريق مكون من شخصين يجدفون، ولازم يروحون حق العلامه اللي حاطين لهم في النهايه اللي هي القارب اللي موجود الابيض، ويعودون، والفريق اللي يعود اول هو الفايز. وفي ما شاء الله شباب ما توقعت اصلا انه يوصلون لهالمركز الاول بهالسرعه، وما شاء الله عليهم. معانا طبعا سعيد الكواري راح يحدثنا اكثر عن هذه المسابقه وتفاصيلها. مساك الله بالخير. مسيك بالنور يا هلا مرحبتين. مثل ما انت شايف انطلقوا حاليا، هو سباق الشوش مفردها شاشه تنصنع من يريد النخل وبكرب النخل وحبال، ما فيها اي شيء حديث ولا حاجه. ما شاء الله الحين 3 فرقه، هم 14 فريق، فمقسمينهم على 3 ايام، جولتين جولتين جولتين، نحسب الاول والثاني والثالث منهم، ناخذ الاول حاليا من هذه، والجوله الثانيه اللي بعدها بعد ما يخلصون ذيلا ناخذ المركز الاول ونحسب الوقت بينهم، وبكره كذلك لين نوصل على التصفيات لين يطلع الاول والثاني والثالث، لان ما شاء الله 14 فريق مشارك. ما شاء الله. بعد لو تشرح لنا، لاحظت ان الميزانيه شوي مو بسهل ان الواحد يحكم، يعني انا اشوف يعني المفروض يكونون ما شاء الله عليهم خبره، بس انا اشوفه راح يمين يسار، الا المركز الاول ما شاء الله عليه يعني ماشي صح.
ما شاء الله هي تحتاج مثل ما قلت وزنيه، لازم يكون كنترول، وزن اليمين والوزن اليسار يكون واحد، ما حد يكون زايد على الثاني. ضربه المجداف لازم تكون واحده، ما في الا في حاله الدوران او بلف، بلف يمين اليسار ضرب، اليسار ضرب يرد يمين. ومثل ما انت شايف بالنسبه حق الخبره اللي انت تشوفه متصدر في المركز الاول هو صاحب الحرفه هذه، هذا هو الشخص اللي يصنعهم. والله ما شاء الله عليهم، يعني يا ريت لو الكاميرا يصورهم. فريق اصحار ما شاء الله، فريق اصحار اللي هو قدامك المركز الاول، وفريق النار المركز الثاني، فريق الوكره المركز الثالث. ما شاء الله لو تلاحظون بعد اعزائي المشاهدين تجديفهم ما شاء الله متساوي مع بعض. الشباب ما شاء الله الحين عند اللفه هم وصلوا، يستاهلون يستاهلون. بريك بريك بريك، شوف طريقه توقيفها شلون البريك. البريك ينزلون المجاديف. المجاديف ويتم طريقه اللي جاي على سرعته ويبغى يوقف ينزل مجداف ويتم قاضه يعمل بريك في الماي تخف سرعتها ليتوقف. تمام. والخبره لها دور معاهم. ناخذ منهم كلمه. الفريق الاول. الفريق الاول عيسى. عيسى حياك. عيسى تعال تعال تعال، رفيجك وياك رفيجك. تعال عيسى. تستاهلون الف الف مبروك، تستاهلون يا مرحبا، تستاهلون مبروك من المبارك. خليك على اليمين. ما شاء الله عليكم، يعني ابهرتونا ما شاء الله عليكم. سبقتوهم وما شاء الله عليكم، يعني للحين هم على اللفه وانتم وصلتوا. اي نعم، احنا كانت يرتنا مع بعض، يعني كنا شخص واحد ير، والحمد لله يعني يبنى عليهم الاول. تستاهلون. هل هوايه صعبه ولا؟ والله هوايه الحمد لله ما صعبه، لكن احنا في عمان نفس الشيء نسوي سباقات التدريب، يعني في مسابقات مستمره. مستمره عندنا هذه ما شاء الله. يبي لها خبره ولا اي واحد ممكن يتمكن؟ لا، في البدايه لازم يبقى لها خبره، في البدايه لازم يبقى لها خبره. لو تلاحظون اعزائي المشاهدين ايضا تستاهلون الف الف مبروك. شوف شلون صعب ان الواحد انه يوازن ذا الشفاعات تقريبا. وما شاء الله حماس الجمهور عندنا بعد. المركز الثاني قلب قلب. الف مبروك، تستاهل تستاهل. نرجع لك يا سعيد الكواري، بس لو تحدثنا عن الجوائز، يعني شلون طريقه التتويج؟ قلت لي اليوم الاول بتاخذون سباقين. ست اليوم الاول ست فرقه بتدش، بناخذ الاول منها. اليوم الثاني ست فرقه بناخذ الاول منها. اليوم الثالث نفس الشيء. واليوم النهائي بندخل المتصدرين من الثلاث جولات، الاول 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 بيدشون مع بعض، وبيبين الاول والثاني والثالث فيهم. يعطيك الف عافيه وما قصرت. وطبعا اعزائي المشاهدين هذا جزء من هذا السباق، وللحين ما زالت السباقات مستمره على السيف، وبنحاول نغطي لكم سباقات اكثر، والحين بيكون في جوله ثانيه ان شاء الله، وبنرجع لكم بتفاصيل اكثر عن الفعاليات. Thank you.
أعزائي المشاهدين، مثل ما وعدناكم راح نغطي لكم مسابقات كلها بتفاصيل إن شاء الله. والحين احنا حاليا متواجدين في الحدائق، مثل ما تشوفون عندنا حوالي 7 أشخاص هنا والمتسابقين في الجهة الثانية أيضا. نبتدي مع المتسابق اللي موجود جنبي على طول، مساك الله بالخير. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية. شلون الصيد معك؟ والله شوي شوي زين. في نقد؟ في شوي شوي. خلينا نجيك على سلتك، تعال خلينا نشوف سلتك. ها اي ما شاء الله زين. ننتقل على المتسابق اللي بعده. السلام عليكم، مساك الله بالخير. ايش حالك؟ شفالك ان شاء الله بخير. ها شلون صيدك؟ والله صيدي زين. في نقد؟ في نقد. متى بدا النقد؟ والله من اول ما جيت كان في نقد، الحين خف بس في. يعني تتوقع انك بتفوز اليوم؟ والله ان شاء الله. ان شاء الله خير. خلينا نشيك على سلتك. او ما شاء الله تلبط اسمك. قرقفان وضلعه بعد. ما شاء الله، يعني مثل ما تشوفون المتسابقين يعني مستمرين في السباق، وفي صيد، بعضهم صايد وبعضهم شوي يعني. أنا خاطري بعد أوديكم حق الشباب اللي هناك، بس يمكن الإرسال شوي ضعيف في المنطقة، فنتمنى التوفيق لجميع المتسابقين. خلنا ناخذ أحد من لجنة الحكام نستفسر منه عن السباق. خلنا نشوف ماجد موجود اليوم. حياكم. السلام عليكم. مساك الله بالخير. الله يطول عمرك يسلمك. والله الحمد لله ما شاء الله. شباب شفتوا صيدهم غير عن امس ولا؟ ها؟ غير عن امس ولا؟ لا والله اخر ناس هناك ما شاء الله صيدهم اكثر. لاحظت ما شاء الله، يعني امس اللي على اليسار السيف
كان صيدهم اكثر، اليوم اللي على اليمين ما شاء الله. اي والله ارزاق ارزاق، السمك كلها راحت جنوب. متى بينتهي السباق ان شاء الله؟ الساعه 5 وعلى 5 و10 ان شاء الله الميزان. الميزان نفس المكان؟ ايه. ومال الغزول بيجون بعد شوي بعد. زين حلو ما شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله. الله يجزيك. اذا اعزائي المشاهدين هذا ما لدينا، وخلكم معنا بنرجع لكم ان شاء الله في الميزان وبتفاصيل اكثر بعد. أعزائي المشاهدين رجعنا، ومثل ما تشوفون من على ظهر هذا المحمل البيص اللي ناخذه خلف الخلف وأيضا يزوى، وهو الفريق الوحيد اللي مشارك من هالقطر. أخوي خلف مساك الله بالخير. مساك الله. قواك الله. أكيد الحين بالك مشغول، تبي تسوق ماسك السكان. أكيد أكيد. لكن إيش تبي تقول في هذه المشاركة وشلون شفت هذه المشاركة؟ والله هي المشاركة الحمد لله يعني اكيد بتكون زينه اكيد ان شاء الله، والشباب ما يقصرون. شلون الغاصه عندك؟ مضبوطين الشباب، كلهم عندهم خبره. نعم ان شاء الله المنصه ان شاء الله في المركز الاول باذن الله. كم يزواك يا خلف؟ 13 مع انه اخذ 13. نعم ان شاء الله بتشوفون هذه المسابقه فيها حماس، فيها نديه، الشباب كلهم متحمسين الحمد لله. ما لنا الا المنصه باذن الله. أكيد نقول فال التوفيق لكل مشاركين، وأكيد دائما المشاركة في أي مسابقة، يعني اليوم تتكلم عن مسابقة الغوص، مسابقة فيها نوع من الصعوبة والجلد والتعب. أكيد الغاصة لما ينزل عشان يجني المحار أكيد أنه يتعب يعني في تحت هذا الماي، وأحيانا يمكن يكون الماي بارد. يعني نلاحظ اليوم يمكن البحر مدوق، يمكن بكرة يكون البحر شوية هايج. أيضا هذا له تأثير على الغاصة،
الغاصة أكيد يحلمون ويطمحون أنهم يشاركون في هذه المسابقة ويفوزون فيها، وأكيد أن النوخذة دائما يشجع يزواه للفوز، وراح نشوف أكيد مسابقة قوية ومشاركة كبيرة طبعا بين أهل قطر وأيضا أشقائنا من الكويت وعمان في هذه المسابقة أكيد، لكن أيضا راح نوافيكم بهذه المسابقة إن شاء الله. متى خلف أخوي المسابقة ذي؟ بكرة؟ بتكون بكرة إن شاء الله. بكرة. من الساعة كم تقريبا؟ بتكون من الساعة 8 إن شاء الله الصبح ل 12. لين 12 الظهر. يعني شوفوا حتى سواقة المحمل يا جماعة ترى فيها صعوبة، يعني حتى مو بقادر يرد عليه، لأن تلاحظون يعشق الماكينة والسكان في يد أخرى، يعني أكيد في صعوبة. الواحد يمكن يشوف الطراد اليوم سهل، لكن في المحامل الخشبية دائما صعوبة في 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 قيادة هذه المحامل. نقول الله يوليك العافية. خلاص الله يعافيك. صعوبة في القيادة كلنا متعودين إن شاء الله، ما في شيء صعب. طيب حد غيرك أيضا نقول يقدر يسوق هذا المحمل؟ يقدرون الشباب فيهم الخير واليزوة أكيد. أنا أبغى حد من يزوتك، حد يتكلم وياي من الشباب. من بكرة بيغوص؟ من عبد الله؟ فيصل تعال، لبيت حاج، تعال وياي. بكرة بتكون غيس؟ بإذن رب العالمين إن شاء الله. طيب شو تتوقع؟ دائما نقول الغيس يتعرض للخطر تحت، يعني الرماي الأوليين كانوا جدا يعني يعانون من من من، ودائما حتى للمشاهد الكريم الغيس كان ياخذ تسقامتين اعتقد اكثر حتى من اليزوة الثانيين. صحيح. والله شوفوا ممكن احنا نتعرض حق اشياء كثيره في البحر وفي الغيس وتحت البحر، عندك البلوك، عندك اي حاجه سبحان الله ضيق تنفس من هالامور هذه، فشلون نقدر احنا نتدارك هالشغله؟ لازم الواحد يكون عنده ماخذ نفس اكثر في هالمواضيع ويكون سبح ماهر ان شاء الله. نعم. يعني بكره ان شاء الله في اي هير بتغوصون؟ في العسيري باذن رب العالمين. نعم. في هير العسيري باذن الله. كم ذراع؟ كم غاصكم؟ والله لحد الحين تقريبا بين التسعه والعشره. بين التسعه والعشره. زين شلون تشوف ربعك يا زواكم؟ فيهم الخير. يعني ان شاء الله بنبيض الوي وبنرفع علم قطر ان شاء الله. امين فوق. امين. احنا نتمنى لكم التوفيق والفال طبعا للجميع في هذه المسابقه. شم البان وطول للثقة للثقة لا تجد لا
الأكرام وما بيهم تجد لال لال يا أعزائي المشاهدين
ما زلنا مستمرين في تغطية المهرجان، وما شاء الله المهرجان يعني كل ما له يصير أحلى، ومعظم المسابقات انتهت اللي على السيف، والحين إن شاء الله راح بعد شوي راح يعرضون النتائج. وطبعا نذكركم بتوقيت المهرجان يبتدي من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12، وأيضا من الساعة 3 العصر لين الساعة 10 تقريبا. ومثل ما نشوف هنا بعد في مسابقة مقامة من عن طريق كتارة، وبالنسبة للمهرجان أيضا معنا الفنانة التشكيلية دانا المهندي. نعم صحيح، مساك الله بالخير. لو تحدثينا عن المسابقة وبشكل عام عن المسابقة. المسابقة عن رسم واقعي من الأحداث اللي قاعد تصير حولنا، وأنا اخترت ذي المكان عشان يعطيني هاي الإيقاع، وقدامي أشوف اللنجات فأركز أكثر وأبدع أكثر. إيش ناوية ترسمين إن شاء الله؟ والله هو لقطة أخذتها ما حد ما أدري إذا حد لقطها وياي وصتها وشلوه بسرعة، وإن شاء الله خير. مفاجأة. هي عبارة عن مسابقة صحيح؟ يعني أنتم مستمرين في الأيام، هي أيام مهرجان؟ نعم، لين يوم السبت إن شاء الله آخر يوم، وبعدين يخدم من اللوحات وإن شاء الله بيعلنون عقب من الفائز. فكرة اللوحة اللي ترسمينها شنو؟ لنج مع أشراع خريطة قطر، علم قطر. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. وأيضا بعد ناخذ الفنان، ما شاء الله سبقتك عاد، مساك الله بالخير، بس لو تعرفين لنا باسمك. معك منى ابو جسوم. يا هلا، حكي لنا اكثر عن رسمتك. رسمتي منظر مستوحى من المحامل الموجوده في المهرجان السابع. اخذت المنظر لان حسيت اقرب الى قلبي ونظري، فمن خلال اللوحه راح اجسد المراكب القديمه يتخللها مناظر الخلفية الموجودة حول البحر. أيضا مشاركة في المسابقة صحيح؟ نعم. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. وطبعا كتارة بعد مهرجان المحامل وفر مسابقة حق الفنانين إنهم يبدعون ويرسمون ويطلعون إبداعاتهم في مجال المحامل نفسها، يعني يرسمون لنجات، يرسمون أي شيء يتعلق في هذا التراث. وهذا ما لدينا، وبنرجع لكم إن شاء الله.
لا راوي
مشاهدين متواصلين معاكم من هذا المكان اللي يخص البحر ويخص أهل البحر. يعني في هذا المكان مثل ما تشوفون أخوتنا وأشقائنا من دولة الكويت الشقيقة ولهم مشاركة كبيرة، وكل سنة أيضا لهم مشاركة، لهم منا كل تحية وتقدير واحترام. أنا ودي ألتقي، أقدر أدخل داخل؟ أقدر. أنا ودي صراحة أدخل داخل شوي وأشوف شو اللي عندهم. مساك الله بالخير، قواك الله، عساك على القوة. أول شيء مشاهدنا الكريم يبي يتعرف عليه. ناصر البناي من دولة الكويت. ناصر، هذه أكثر من مشاركة لأشقائنا من دولة الكويت. نعم. يعني هذه أكيد مشاركة ووقوف أيضا مع أخوانكم هالقطار هالبحر. لكن شو اللي لاحظت السنة عن المشاركات اللي قبل؟ والله أنا لاحظت، أنا العام اللي هو المهرجان السنة اللي طافت يعني شفت فيه كثافة، أما السنة أشوف فيه تآلف أكثر وتآزر أكثر، ووقفوا مع أخواننا القطريين إن شاء الله، وإن شاء الله نكون إحنا عند حسن ظنكم إن شاء الله. تحت هذا العريش الحلو، العريش مال الأول اللي ببهاتنا وجدودنا أمهاتنا عيالنا عاشوا تحته في الصيف وفي الشتاء. نعم. شو عندكم؟ شو يحتضن هذا المكان؟ أكيد يحتضن الماضي، يحتضن الروح والحياة البسيطة. يعني كان بالأول هذا العريش حتى يعني كان يظللهم من الشمس، وكان يظللهم يقيهم من المطر مع أنه يخر عليهم، ولكن يعني هذا يدل على أن بساطة الشعوب الخليجية كان عندهم صبر، صبر وجلد على ضيم الحياة، وكان يكتفون بالقليل، وما شاء الله يعني. وحتى العريش هذا من صنع عيدهم. نعم. ما هو صنع يعني. لكن أخوي ناصر اليوم مهرجان كتارة للمحامل. نعم. التقليدية في النسخة السابعة أيضا طلع عندنا شباب صغار تعودوا على حياة البحر، تعودوا على سلك الأوليين أيضا. اليوم شو تقول لهم هذول العيال الصغار اللي اليوم عاشروا الماضي في هذا الوقت؟ والله الله يعطيهم العافية ونشد على إيدهم، وإحنا نشجعهم إن شاء الله. ومثل ما شفتم ساعة الفعاليات الدشة وشلون الشباب الصغار رفعون الشراع مثل أبائهم وأجدادهم، ويكافحون إن شاء الله مثل ما كافحوا أبائهم الأوليين، ولكن بصورة مسقرة ومحببة إن شاء الله، ويعد الله يردهم لأهلهم سالمين إن شاء الله. زين أخوي ناصر، تحس في هذا المكان إحنا الآن رجعنا لخمسين سنة ستين سنة ورا؟ لا، أكثر. أكثر؟ أي أكثر، تكلم عن مئة سنة. يعني قبل خمسين سنة توا بداية انقرض يعني الغوص، إذا مو أكثر بعد. ولكن إن شاء الله يعني دولة قطر تصدي يعني فعلا رائع جدا في إحياء هذا التراث البحري اللي انفقد فعلا، وإحنا فعلا فقدناه، ونحاول الحين مع إخواننا الخليجيين نحيي هذا التراث مرة ثانية. نعم أكيد، وبوقوفكم ومشاركاتكم دائما إخواننا في دول الخليج، وأيضا أصدقائنا من دول أخرى أيضا شاركوا، وصار مزج بين الثقافات أيضا. نعم. الإخوان من تركيا ومن اليونان. نعم. ومن العراق. نعم. فصار دمج جميل بين هذه المجموعة المتجانسة اليوم على أرض كتارة. نعم طبعا، هو كل دولة جابت يعني تراثها لتتميز فيه، ففي تراث من دولة إلى دولة. أنت التراث الخليجي واحد، أما التراث الدولي والعربي يختلف شوية عن البعض، يعني اختلاف كلي يعني عن بعض الدول الخليجية. وصار هنا المزج بين الحضارات، بين التراث، كل دولة مختصة في تراثها جلبته فيه المهرجان هذا، جابته معاهم وينشرونه، وقام ينشرون ثقافتهم في التراث البحري طبعا، البحري وفي التراث الشعبي. فلذلك تلقى الحياة الحين المهرجان متداخل، اليوناني متداخل مع التركي، متداخل مع القطري، متداخل مع الكويتي، فصار هناك مزج في هذا التراث إن شاء الله، ويكون طبعا هذا ناجح جدا ناجح. أصبح الناس يشوفون الآن ثقافات مختلفة، أول كان مقتصر على ثقافة واحدة، ثقافة خليجية، تراث خليجي واحد، الآن قاعد يشوفون تراث مختلف، تراث ما أول مرة نشوفه. فهذا يعني أحيي أنا صراحة القائمين على المهرجان هذه المبادرة الجميلة. نعم أخي ناصر، أيضا لاحظنا من خلال كاميرات تلفزيون قطر هناك الألعاب الشعبية، هناك هذا الفريج اللي يمكن ندور ونجول فيه اليوم. هناك المخبز، هناك البيت، هناك المخزن، هناك العمارة، هناك أيضا الصناعات التقليدية البسيطة. يعني فعلا اليوم احنا نعيش في فريج في 2017.
اي نعم طبعا اكيد. وانا حتى نوهت في اللقاء السابق كان في السنه الماضيه انه في مو بس في حرف في مهن يعني. كان اول الحريم يسوون الباجله وكان يسوون النخي وكان في يسوون الحويت والزبابيط هذه الحيوانات البحريه يغلونهم. هذه يا ريت تعود يا ريت ان امكن ان امكن. ومع الحرف يكون المهن والحرفه يعني يكون ماشيين في خط واحد. المهنه يعني الطباخ هذا الطباخ الشعبي القديم مو مثل الطباخ الحين يختلف حتى نوعيه العيش الرز ونوعيه البهارات لها نكهه خاصه من عبق تاريخ تلقى يقول الله انت لين تقول طباخ طباخ جدتي الله طباخ امي طباخ قديم مميز. فاحنا نفتقد الى هذه. نعم اخوي ناصر البناي شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ومشاركه اخرى ايضا في الاعوام القادمه باذن الله، ودائما تنورونا في اي وقت. شرفنا ان شاء الله ونكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله هذه المشاركه وراها مشاركه وراها مشاركه. بيض الله وجهك انت وجماعتك المشاركين، ما قصرت اخوي ناصر. يعني في هذا المكان اللي اليوم يعني الكل صغير وكبير يعود بالذاكره للخلف يعني 5 أو 6 أو 7 عقود من الزمن، اليوم يرجع على أرض كتارة في مهرجان المحامل التقليدية 2017 وباحتضان أيضا هذه الأرض الطيبة أرض قطر. كل أشقائنا من دول الخليج وأيضا من دول الصديقة دائما، واليوم نلاحظ أيضا هذه الفرحة وهذا الاندماج من الحضور، وأيضا دعوة منا لحضور هذا المهرجان مهرجان المحامل حتى يلقي الضوء أو يستفيد الكثير من الحضور من ثقافة هالقطار وأيضا ثقافة الخليجية والثقافة أيضا المدمجة اليوم اللي أصبحت من بعض الدول الصديقة. أكيد راح نكتسب أيضا ثقافات أخرى، فدائما دعوة من خلال برنامجنا لحضور هذه الفعالية وأيضا الاطلاع على كل ما هو موجود وكل ما هو جديد في هذه الفعالية. وأيضا نذكركم من خلال برنامج أخوي حسن المهندي طبعا اللي راح يبتدي تقريبا الساعة 5:30، أيضا هناك فعاليات كثيرة وأيضا تغطيات كثيرة من محل المهرجان. لكن الآن أكيد أخواني وربعي في الاستوديو عندهم فقرة أو إلقاء الضوء أيضا من خلال الكاميرات المتواجدة والمتناثرة على هذه الساحة لطبعا إظهارها لجمهورنا ومتابعينا عبر شاشة تلفزيون قطر. يعطيك العافية زميلي خليفة. طبعا حاليا متواجدين في مكان الوزن لناخذ نتائج الحداد، وما شاء الله النتائج تختلف. يعني الصراحة أنا أمس أنا أشوف الأستاذ ما شاء الله يعني مفولة سمك وبعضها الحين يلبط، وطبعا حاليا نستمر في الميزان. من صاحب هالسلم؟ بدر سالم عند 3 كيلو و80. 3 كيلو و80. بعد عندنا سلة هذه، كيف تتوقع؟ 3. إذن هذه آخر سلة أعزائي المشاهدين، وزنها 72. أعلى نتيجة عندنا اليوم كم؟ أعلى نتيجة هيثم ما شاء الله 5 كيلو و950 جرام. 5 كيلو و900. يستاهل. وين هيثم؟ مرحبا هيثم، شخبارك؟ إن شاء الله بخير. الله يحييك. يستاهل 5 كيلو. الله يحييك. والله متحدي الشباب شو متشالين. أنا صراحة مريت عليكم مساعة بس شفت سلتك يعني في البداية ها كانت شوي فاضية، بس بعدها رحت خليتك وصدمت. والله رزق من الله يعني. تستاهل. نقول لك ألف مبروك. وطبعا أعزائي المشاهدين هذا مكان الوزن، وما شاء الله يعني كان في منافسة اليوم غير عن أمس. أمس يعني المنافسة يعني كان في فرق بين المركز الأول والشباب الثانيين، واليوم كلهم يعني تقريبا في مستوى واحد، 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو.
وما زالت المسابقات مستمره ان شاء الله على شواطئ كتاره. بكره مسابقات الحداق بعد تنطلق نفس الوقت، وبعد نرجع لكم ناخذ الوزن ان شاء الله. وايضا عندنا مسابقه الغزل والشراع، وراح نستمر في تغطيه المسابقات والفعاليات. وطبعا حاليا هذا ما لدينا ونرجع لكم. Thank you.
يا سحاب العز والوسمي قطر، يا سحاب العز والوسمي قطر، مزن تحدر من ربابه قطر، ويا بيوت الأمس ويا بيوت الأمس والمقطر قطر، يا رسوم الحصى واللبن والطين، يا لابتي يا عزوتي الطيبين، في عيوننا كل الغلا وتبطين،
بتش نرفع الهامات يد الراقطر. أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، نتواصل معكم في هذه الاحتفالية وفي هذا المساء الجميل من على سياف كتارة، حيث نتابع احتفالات السنوية بالمحامل التقليدية. ونقول احنا بخير رغم الحصار، احنا بخير رغم المقاطعة، واحنا بخير رغم الغرور والفجور، واحنا بخير رغم إعلامكم الفاسد والحاقد والجاحد المجافي لشمس الحقيقة. احنا بخير، مساكم الله. طبعا في هذه اللحظة معاي الأستاذ جهاد الجيدة، واحد من المخلصين والمتميزين في هذا المهرجان. مساك الله بالخير، طول عمرك. الله يمسك بالنور. شلون مسيت؟ الله يبارك فيك. شلون فعاليتكم اليوم، اليوم الثاني؟ والله الحمد لله الامور طيبه. الفعاليات انطلقت، عده فعاليات عندنا انطلقت. عندنا مسابقه التجديف، عندنا مسابقه الشراع انطلقت اليوم ايضا. اليوم طبعا مسابقه الشراع هي الفاينل كان. انطلقت عندنا ايضا مسابقه الغوص على اللولو، وطلعوا المحامل، اخطفوا 6 محامل وطلعوا الى البندر مالهم. من بكره الصبح ان شاء الله راح يبلشون في الغوص. فالحمد لله رب العالمين، الامور طيبه، الفعاليات كلها يعني عليها اقبال كبير جدا من الجماهير. عندنا طبعا القريه ما شاء الله عليه، الحمد لله رب العالمين، الزوار موجودين بين الفرقه العراقيه وبين الفرقه العمانيه، وعندنا ايضا الفرقه القطريه، بالاضافه الى العارضين، بالاضافه الى المطاعم الشغاله. فالحمد لله القريه يعني عليها اقبال كبير جدا، وشغاله يعني بنظام، وشغاله يعني الحمد لله رب العالمين. فأمورنا طيبة في المهرجان، فأمورنا طيبة في المهرجان ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. ومشعل ايش حالك؟ مساك الله بالخير صلاح. الله يعافيك. شلونك؟ طيب الله يرضى عليك. حي الله المناعي. الله يحييك. شلونك؟ طيب طاب الله فيك. شعورك؟ طبعا من العام إلى السنة. الحمد لله، اللهم لك الحمد. احنا من ذيك السنين واحنا نصعد. الحمد لله رب العالمين. مهما صار، مهما حاولوا انه يمسكونا، احنا ما قالوا هالبحر شراعنا مترس ورايحين شمال. واحنا بخير الحمد لله. الحمد لله احنا بخير الحمد لله. نبي نتكلم عن الفعاليات امس واليوم. والله انا كنت ودي اقول ان امس كان اكثر من اليوم، لكن جيت اليوم بعد شفت فعاليات وفي نشاط. فخلنا نبدا من امس. امس كان عندنا يعني مسابقات كثيره من افتتاح المهرجان، لكن بتكلم عن الفعاليات اللي انا يعني مشارك فيها. كنا احنا مشاركين في مسابقه الشراع، الشراع التقليدي، واللي هي طبعا عندنا نخبه الشراع، نخبه النواخذ اللي سبقون في الشراع. وكان عندنا ايضا فعاليه اللي هو الغوص التقليدي، بس هذه احنا حتى ابو طلال ما يعرف المشروع اللي عندنا. احنا عندنا مشروع قيس المستقبل. قيس المستقبل. المستقبل احنا نتكلم عن العيال اللي اعمارهم من 16 سنه وتحت، يعني ركزنا عليهم. تباب يعني، يعني تقدر تقول تباب. تباب ايه. لكن الفكره من المسابقه هذه، يمكن بعض من المشاهدين اللي كانوا موجودين وحتى اللي خلف الشاشات شافوا المسابقه، الفكره شلون العيال صعبنا احنا نشرح لهم حياة ابهاتنا وجودنا شلون اول تعب. صحيح؟ لا لازم شيء مهما حاولنا ويلسنا وياهم. يعني الاخوان جزاهم الله خير في كتار راح يصير لهم السنه السابعه هذه، وهم يشجعون على التراث البحري ويعلمون ويدربون، لكن يظل ان اللي جاسوا ابهاتنا وجودنا شيء مختلف. مختلف تماما جدا. شوف النتائج اللي عندك اليوم. انا انتظر بس يعتمدونها، لان صراحه اليوم صار ويانا يا اخوي. تعال انا بعتمد. تعال حاط القلم عندنا لجنه. حلالك تبقى على كل شيء، لكن تدري في المسابقات ودك انه ما ينظلم او ما ينهضم حق اي متسابق. صحيح. امس كان السباق على ما قالوا ولم، الهواء جاي بالاتجاه اللي يتمنونه المتسابق. امس الهواء احسن من اليوم. ايه وايد. اليوم دوق على ما دوق. نعم اليوم طاح. يمكن انتم بعد يعني شوي، لكن المشكله هل الشراع صحيح اذا دوق خلاص كرف شراعه. كرف شراعه. زين ايش بيمشي وهو مسابقه؟ ما يقدر يمشي. فصراحه اللجنه المنظمه جزاهم الله خير عندنا في الشراع
حولوا يعدلون وغيروا منطقة الانطلاقة دورة على ما قالوا الالتفاف، قاتلوا أساس يكون السباق ناجح. في بداية الانطلاقة كان في هواء، وعقب دوق. وأنا كنت مع أخونا خليفة في البحر نعلق على السباق، دوق الهواء طاح. اللي يقول لي إبراهيم الحين هل الشرع شو بيسوون؟ قلت له سبحان الله أبرك، الحين كلها حسابات عقل، ما في هواء شلون بيمشي الشراع يعني؟ صحيح. قلت له ما لهم إلا من بعد الله إلا سايبتي بتشيلهم، شيل المحامل سبحان الله. وإحنا نسولف إلا واحد والله كلهم ياسين يطلع ينطرون تلفتون إلا السايبيات، سبحان الله السايبيات صادت الأول والثاني والثالث اللي كانوا متصدرين. إيه متصدرين. أما اللي وراء تموا مكانهم سبحان الله، شلتهم شيل. فنتائج الأول والثاني والثالث موجودة عندنا، بس لين العاشر طبعاً ننتظر يعتمدونها الجماعة. إحنا بتجينا وإحنا هني قاعدين. إيه إن شاء الله بتجينا. بتجينا. بس إحنا بإمكاننا نعلن على الأول والثاني والثالث اللي يتمون. إيه. عندنا الأول طبعاً محمل رسلان، ونأخذه ناصب الراشد المهندي. ما يحتاج مهندي 100%. من أمس هو من أمس. إيه هو يدور. يدور 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 واحد من حوله على ترى كلنا. كلنا يا القرية. كلنا عارف القرية. زين عندنا اللي حصل على المركز الثاني اليوم اللي هو محمل غازي، وناخذه عبد الله بن عيسى خليفي. الخليفي الحين الحين لما نتكلم عن الاول والثاني، طبعا امس كان رسلان هو الاول فحصل على 20 نقطه. صحيح. اليوم رسلان حصل على المركز الاول، معناته جمع 40 نقطه. المهرجان على ما قالوا فيه ثلاث سباقات للشرع، كان امس اولهم واليوم الثاني والثالث بيكون يوم السبت. صحيح. على غراره بيطلع بطل المهرجان في السباق التقليدي للشرع، وبتكون له جائزه. فالربع متحفزين انهم كل واحد هذا 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 النتائج موجوده كعشاش. ايوه موجوده. نزلوها الشباب. بيض الله وجهك يا الهاجري. زين الحين احنا كلنا نعرف ان ناصر مهندي اي اخذ الاول. اخذ الاول اي طبعا، بس ما حسم البطوله. البطولة يوم السبت. يوم السبت خل الأول اليوم. اليوم زين. عليك بالعافية مبروك. لكن ما عليه ما عليه. أساس تحافظ ويكون عندك لقب بطولة المهرجان، يجب عليك المحافظة على الجولة الأخيرة. يوم السبت. ولا في ناس يوم السبت. أيوة. فيوم السبت يبين عندنا يعني الحين هو متصدر البطولة. إن شاء الله بتصدرها. يستاهل مهندي. يستاهل مهندي. ما بعنصرية. لا إحنا ما عندنا. ما بعنصرية. لا إحنا نقول أكون الناعي فاز. احنا نقول المنان اخذوا والخليفات اخذوا والمهند اخذوا. احنا نقول فالهم التوفيق ويحفظهم كلهم. امين. لكن الحين انت تشجع اي نادي؟ سابقا العربي. والان والان والله قبل الحصار ولا بعد الحصار؟ بعد الحصار. ثابت على العربي. على العربي بس. هذا انت تحب العربي. زين انا احب الخور بعد نفس الشيء. وانت يا اخواني في ممكن نشوف التقرير على اساس نتناقش مع جهاد. اليوم توفقنا في ترتيب الموقع والاستعدادات، والحمد لله الوفود المشاركة كلها حضرت. يبلغ عدد المشاركين السنة 195 شخص من 8 دول اللي هم قطر والكويت وعمان وتركيا وإيران والهند وزنجبار واليونان وقبرص. الهدف من الفعالية هذه اللي هو الحفاظ على التراث وإحياء الجيل الحاضر التمسك بتراثهم وإحياءهم على ما ورثوا من أبائهم وأجدادهم. إن شاء الله إحنا مستعدين للانطلاقة من شاطئ كتارة، وإن شاء الله أن النسخة السابعة تكون مميزة وتكون ناجحة بإذن واحد أحد إن شاء الله. اولا الحمد لله رب العالمين، احنا جينا الى هذا المهرجان، والحمد لله الحين للمره السابعه على التوالي شاركنا في هذا المهرجان،
وكل ما نقيل سنه كل ما يتطور هذا المهرجان وكل ما يزداد يعني يزداد ضخما للمحلي والاقليمي. الحمد لله رب العالمين جينا هذه السنه بحرف جديده، جينا هذه السنه بآلية جديده، جبنا في حرف كنا قبل ما جايبينها هالسنه جبناها حرف قديمه تقليديه ما يقارب كانت تستخدم الاجداد واجداد اجدادنا كانوا يستخدموها للمحامل التقليديه القديمه. هلا قالوا يا هيا الله هوا هيا جينا نشارك نحن بالمهرجان هذا بخصوص المواد البحرية الأسماك البحرية اللي هي أسماك الجافة والمملحة والرطبة. الأسماك هذه طبيعتها تفيد للإنسان. أول كان الأصول الأوليين هنا شيابنا وكذا بزمن القدامى ما عندهم ذلاليج ما عندهم شيء، عندهم وسائل الملح السمك المملح. هذا يناسب حق الأيام الصعبة مثل يعني استوي أمطار تستوي هويات وصيد يعني ما يتوجد في الأماكن القريبة، وللرحلات يعني مثلا إذا بيرحلوا لمكان إلى مكان آخر بعيد عنهم مثلا الصيد الأسواق وهذا يستخدم هذا الأكل. رجعنا لكم عقب التغيير. ابو طلال شيخ نب شيخ ابوك انت ولده الله يبارك فيك. طيب والله عمرك انك تعلق لنا على هذا التغيير. طبعا بالنسبه للمهرجان السنه يمكن بضيف انا التقرير يمكن ما ذكروا شيء اللي هو اليوم الفتره الصباحيه كانت زياره المدارس. مدارس اليوم مدارس العام اليوم جون تقريبا 30 مدرسه ما شاء الله. فالقريه كانت مليانه من المدارس وكانوا منظمين الى ابعد الحدود، يعني طلاب صغار اغلبهم طلاب ابتدائي واعدادي وفيهم منهم ثانوي، فكانوا يعني تشوف فيهم الامل هم الطلاب، كانوا يحبون يتعلمون كل شيء، يسالون حتى مثلا اصحاب الحرف مروا على اصحاب الحرف كلهم، مروا على المحامل يسالون اسم ايش هذه ايش هذه، وكانوا طبعا يعني للامانه هم مثل ما قلنا هم المستقبل. انا كان عندي تقرير الفتره الصباحيه في اعتقد برنامج الضحى مع اخونا خليفه الرميحي ذكرت وناشيت وزارة التربية والتعليم أن يضمون عندهم في منهجهم التراث البحري والتراث البري. التراث البحري المفروض يعني التراث البحري يكون متخصص شوي، يعني خلينا نقول مثلا ومشعل لما أنت مثلا تمشي مع ولدك عمره 7-8 سنين تمشي معه في الفرضة شاف هوري قال لك يبا هذه اسمه هوري هذه اسم جلبوت هذه اسم بوم صحيح. متعلمة في المدرسة أخي ترى كلها 4-5 صفحات بس راح تكفي صحيح. ما يبغى تعلمه مثلا فترة الغوص متى كانوا يدشون الغوص صحيح. متى كانوا كم شهر كانوا في الغوص أنواع اللولو القماش خلينا نقول مثلا القماش يعني كل أنواعها طوس حسابات حساباتها الأمور بسيطة جدا. فالجيل احنا ترى هدف المهرجان هذه مثل ما ذكر أخوي سعيد في التقرير أن نوصل الموروث القديم حق الجيل الجديد يكون يحافظ عليه صحيح. إذا انقطع خلاص راح اندثر صحيح. صحيح. فهذه يعني شيء جدا مهم. طبعا هاي يمكن مثل يعني ازيد على اخوي صلاح انهم يبدون يعلمون الجيل الجديد الغوص شلون يغوص وشلون يبدا يطلع المحاره ويعرف المحاره ويعرف انواع المحار. احنا يمكن في كتارة يمكن صلاح ويانا شارك اللي هو عندنا المينه مسابقه المينه الان سويناها 4 سنوات متتاليه. حلو والله لو تشوف الشباب يبا مشعل من 10 ل 16 سنه عندهم شغف حق هالغوص هذه يروحون في البحر
يباتون ليلتين في البحر، يتعلمون الغوص، يتعلمون انهم يسمعون حق نخذاهم، الصلاه مع بعض، الاذان، الطبخ، فيعني مدرسه متكامله الى ابعد الحدود. فودنا يعني وزاره التربيه ايضا تتكاتف معنا، واحنا على استعداد، يعني كل الشباب اللي عندهم معرفه على استعداد ان يعني نزودهم بالماده العلميه التقليديه في اي مجال. طبعا اهل البر بيكونون طبعا متواجدين معاهم، واحنا اهل البحر على اتم استعداد ان نعطيهم بالمواد ان شاء الله، ونكون على استعداد مع بعض. بيض الله وجهك. بس انت امس احمدياني الحين، احمد الهتمي. احمد الهتمي قال وين اللي وعدك بالحداقه امس؟ والله توني قبل شوي ندورك، انا كلمت ماجد البدر، قال انا اللي بجيبهم لك، انا اللي بجيب لك. جابهم؟ ما ادري، ما اشوف حد على السيف. انا والله كلمت ماجد البدر، هو مسؤول الحداقه. المناعي بيقعد معانا. انزين. انت النتائج. اكيد. انا بروح حق هذيل اهل الشراع. وبارد لك. حياك الله. انا مو مشعل بعد اذنك بروح اشوف لك الحداقه. بيض الله وجهك. الله يبارك. الله وجهك. الله يجزيك خير. مناعي لا تروح. صبوا قهوه حق المناعي. احنا بخير. وين؟ السلام عليكم التميمي. وينك؟ هاي شو رحبة الخير؟ ان شاء الله الجديد. شو تسوي فيها الحين؟ نضرب فيه حبل الدوسي. هالحبل ان شاء الله اللي راح يكون على المربوط على الفرمن، فاحنا نضرب الحبال هذه مع الحبل هاي، وهني راح تكون في حبال صغار مربوطه في الفرمن اللي هي اللي في الفرمن. طبعا لازم نتاكد ان هالحبل على الخيوط الصغار مضربه عدل عشان تطلع عليها. ليش ما اشتغلتوا عليه بدري؟ هذه كيف الوقت؟ لا عندنا وقت، عندنا احنا شراع سبير، هذه كبرناه شوي، خطفنا فيه، شفنا انه شوي ذاك، يعني قلنا نبي اشراع اكبر. هاي اللي بتخطفون فيه؟ هاي ان شاء الله اللي بنخطف فيه. وعندنا اللي خطفنا فيه امس اللي عليه صوره سمو الاميرين علي، فهذا اللي بنروح فيه المفروض الكويت ان شاء الله. انتم كم نفر بتكون؟ تقريبا 25 للحين تقريبا. ذاك الساد يقول حكم عليكم، والله لا ودوا سريدان ولا ودوا لكم شيء. والله الساده ناخذاننا، ومن الحين ما يصير نقول له شيء بعد. اللي يامر به، لا اللي يامر به. العبيدلي وينه؟ العبيدلي موجود. تعال عبيدلي حياك اقرب. تعال كلكم تعالوا. بعد ما نقدر نقول حق الساده شيء. حبيبنا صالح. هاي الميكروفون ناخذ انا. وسولف مع ربعك ايش بيسوون؟ انا بسمع. يلا. ابو سالم شو نسوي؟ خيط حبل الداسي في الاسراء. اي نعم. تعال. جاهز حق الدش ان شاء الله. ان شاء الله. من عندنا ابو عيسى. تعال ابو عيسى. ابو عيسى تعال شو تسوي انت؟ تعال. ابو عيسى الحين شو تسوي انت من ساعه واقف؟ ايش تاخذ شو تسوي انت؟ ابو عيسى شو تسوي؟ نسوي الاشراط. طعمه الداسي. شو اسمه؟ داسي. واللي داخل؟ حبل الاشراح. هاي على اساس يثبت فيه. كم طوله؟ تقريبا 21 او 22 متر. ما شاء الله. او 23 تقريبا. هاي انتم بترفعونه عقب بكره ان شاء الله. واحنا كفا. فيكم حيل؟ فينا ومستعدين ان شاء الله. وجاهزين. هاي شو يسمونه؟ ها؟
هاي خيط القطن. إيه قطن. الحين لأنها يثبت على هاي ما يخلي الحبل الداسي فيه لوز أو فيه ارتخاء، لأن شد من حبل الدامة خلاص يمسك عدل. وهني نربط حبل الحبال اللي بتكون في الفرمة. بكرة مثلاً وأنتوا رايحين، والله حضرتك إن شاء الله تكون بالسلامة. لو طاح الهواء شو تسوي؟ جربني. الأمر والشوب عند النخل. بنزين السوار. إحنا عندنا النخذة. اللي أمر بالنخذة. نسوي. إن نطرنا لين يدور الهواء مرة ثانية، قطينا بورتنا وقعدنا، ولا العام رحت معاهم أنت؟ ما رحت وياهم، هاي أول سنة. من اللي راح العام؟ من اللي راح العام؟ أنا رحت العام. أنت رحت؟ إي نعم. طالبة تقولتين زين، اللي رديت تعلمني من أحسن السادة ولا اللي تعبي قبل؟ كلهم فيهم الخير. لا لا ما يز... لا لا كلهم فيهم الخير. أنا ما قلت على فكرة الأوليين يدمون نوخذه ويمتحون نوخذه. لا لا اسمع، أنا ما قلت فيهم الخير. جزاك الله خير، جزاك الله خير. تعال 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 تعال. ايوه حط خيط من هنا. اي نعم خيط من هنا. ايوه هذا الليبر وين شارينه؟ والله سوينا اشتريناه من اسبوع. وين ما محل؟ والله المحل ما ادري، لبسه من الشباب كلهم يفهمون اللي جابوا الاغراض. انت العام رحت وياهم ولا ما رحت؟ نعم من ثلاث سنوات شارك معهم، رحت في الحلقتين الاولى والثانيه وهذه الثالثه ان شاء الله. اي نعم جاهزين ان شاء الله. والشباب وناس؟ والله فيها وناسة، فيها تعب، فيها مخاطر. توقع بواجهكم تعب؟ والله البحر ما تضمنه، يوم يسقيك كاس مر ويوم يسقيك كاس حلو. يقول يوم يسقيك كاس حلو ويوم يسقيك كاس مر. والله كلامه صح، لكن يوم المر بنستحمله والحلو بنستانس فيه. الحين عندكم شيء تقولونه؟ أنا بربع كلهم يجون، لكن كل واحد بشارع يعني. لا كل واحد الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعطيكم العافية. مشكورين يا شباب. لنطي لنطي. عطني فاصل يا هاجري. بسم الله يسمينا لكم أعزائي المشاهدين في نقل هذه الاحتفالية، المهرجان السابع للمحامل التقليدية والمغام على سيف كتارة الحي الثقافي. وإحنا بخير، إحنا بخير. ها صلاح وصلتك النتائج؟ وصلتنا النتائج.
احنا سريعين دائما. زودني يا سيدي. زين. عشان رفيج الاول. اي ما شاء الله والله. ها. اعتمدوا النتيجة. اعتمدوها. تصدر لليوم. زين. رسلان قيادة انه اخذها ناصب بن محمد. اي مسابقة ذي؟ سباق الشراع التقليدي. الشراع التقليدي. مثل ما قلنا رسلان لازم احنا نذكر ان رسلان امس فاز مركز الاول. صحيح. سباق الشراع وحصل على 20 نقطة. ايضا اليوم حقق المركز الاول وحصل على 20 الثانية. نقطة. هذا الشيء يخليه في الصدارة. صحيح. اذا قدر يحافظ على هذه الصدارة لين يوم السبت فهو بيكون بطل المهرجان في سباق المحامل الشرعية. ان شاء الله. لكن مشكلة ان غازي قيادة انه اخذها عبد الله بن عيسى الخليفي على ما قالوا ملحم في ظهره. لحم. يعني ايه ينطر اي زلة منك انت يا رسلان يا ناصر بن محمد المهندي. لو غلط فممكن ان فريق غازي ياخذ المركز الاول. ياخذ المركز الاول. احنا شو نقول؟ احنا نقول الله يوفقهم ويحفظهم. امين. المهرجان كثر ما هو في فعاليات لإحياء لكن مش القصد منه السباق، كثر ما هو إحياء لموروثنا وتراثنا البحري ونخلي الناس تشوف والعيال الصغار يتعلمون إيش معنى الشراع التقليدي، إيش معنى الخطيفة. فهذا الهدف من إقامة هذا المهرجان، ونقول الله يوفقهم. آمين. ويحفظهم. آمين. إن شاء الله. آمين. عندنا المركز الثالث اللي هو زلزال فهد محمد العدساني. ظاهر المنوعي. لا العدساني. لا بأمس المناعي. أوه المناعي انسحب اليوم. إحنا من ساعة أعلننا عنه. إيه. قبل لا نعتمد النتائج كان هو الثالث أو الرابع. ما شاء الله عليكم مشعلان أول مرة اكتشفنا عينك حارة. ليش؟ قلت كل مناعي فايز. إيه. شلون اللجنة شلتها من النتيجة. شو أسوي بعد؟ أنا صفقت له. يمكن من عينك. المهم عندنا زلزال في المركز الثاني. لا كنا نصدق بعد إن عيني حارة الحين. والله المشاهد اللي يحكم. إيش رأيك تبي الكرسي يطير؟ تبي الكرسي؟ لا خلنا سالمين الحين وخلي المشاهدين يشوفون النتيجة. ايه. عندنا المركز الرابع محمد بن إبراهيم المريخي. هاي من عندنا خور. عندنا المركز الخامس كتارة والنوخذة عبد الله بن علي بن غانم مهندي. طبعاً بتضحك الحين. بتستانس وبتصفق. مصدرين. ما زال للسباق أو للبطولة بقية نكهة جديدة. أيوة يوم السبت إن شاء الله بنشوف هل رسلان يقدر يحافظ على الصدارة إن شاء الله. أو في تغيير نتائج إن شاء الله. ونتلاقى وياكم ونشوف من أتمنى بطل المهرجان. بيض الله وجهك. الله يحفظكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل معاكم هذه الاحتفالية. بيض الله وجهك يا مشاهد. وجهك أبيض.
هاي تعال عبد الرحمن صيد شيء. انت الصيد تريد شوي بعد بعد الصيد بس لا ثنتين من صيد بدحه. هيدا بسالم مبارك في العريض. من وين؟ منطقه صور. صور ها عندكم قرقفان موجود؟ نعم. اسمه قرقفان ولا له اسم ثاني؟ اسم ثاني عندنا في عمان اسمه الضابه. اسمه الضابه. الضابه اسمي هاشم عبد الله سعيد العريمي. ونعم. من وين؟ فيك من صور. نعم من صور. ونعم ونعم فيك. هذه صيدك انت ولا صيد؟ صيد هو. صيد هو. نعم صيد. كيف موجود؟ شوف في شيء. انا صيد روح قطيته صغار. جزاك الله خير. تحافظ تحافظ على البيئه. ها لا فيني اقدر الحين ولا ما فيني شوي بسيط. شي بسيط غير صيد صغار. هات هات انت. ها ما يجي بعده الا ها ده ما بنت الصيد ممكن شوفوا يقبضنا صيد. زين السمك اللي عندكم هناك في عمان شنو انواعه؟ اللي حق الحداق. اللي حق الحداق. حداق من الساحل تي ولا الساحل؟ نفسه الضاف الشعري. إيه؟ وهيش بعد بقول لك ايش بمريم بتصيد من الساحل. بوحان. الاسماء مختلفه. بوحان شي بوحان هي. بوحان بوحان نقرور. نقرور 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 خناف هامور. هامور لا ندش لداخل نقفل بالداخل بتصيدوا كثير. هامور تونه موجود عندكم. الخير شيء اوه الكوفر او ثور عندك. عندكم بعد. انا اسمي البعره يا اخوي. عندكم هوامير مختلفه عن الهوامير اللي عندنا. في نوع ابو سدس. في نوع كبير الكبار. انواع شيء نسمي اليميم. يميم ونسمي ابو سدس. ايوه انواع الهوامير عدد انواع. حدك هناك ولا احدك ولا تدخل البحر؟ لا والله احد. احدك انت شغلك البحر ولا تشتغل؟ اشتغل. اشتغل اشتغل وتحب البحر؟ اي نعم. ولا انا اروح البحر ما اشتغل كله بالسمك. اروح الغوص. اروح الغوص واروح الخيط واروح كل يوم. كل يوم. نعم. وشلون الصيد عندك زين هناك؟ زين يكون الصيد عندكم؟ عن خلوص. شنو العم؟ والله الصيد كبير يعني. ولعدنا الكنعد. ولعدنا نبي نروح بكمرات. ما رحنا للكنعد نروح الغوص الشرخة. شروخ. شاروخ. ها. يسمونه شاروخ. يسمونه شاروخ. نعم. شارخ. القبة كبيرة ولا القبة؟ والله متوسطة. تستخدمها؟ يعني خمسة ستة. السمك غالي هناك ولا رخيص؟ والله على حسب الأسعار يعني. السعر ذوحنا تقريبا. الشيء. يعني الهامور كم الكيلو؟ الهامور والله كيلو غالي. 15 الكيلو بريالين عماني. 3 غالي مو برخيص يعني. ها في صيد ولا ما في؟ في شيء عندك؟ زين خلص معك. اذا في نقد بقعد. ما في نقد بروح. عبد الرحمن لا بروح بعد. عبد الرحمن اذا ما انت بصايد لي شيء بس تكفيني انا حق العشر. ها المالح يعطيك اكثر اخباط. ها لا القباب بس هو القباب. القباب 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 هاي يسوونه مالح. اي يسوونه مالح. والجدر. الجدر تونه. تونه إيه. تملحونها بعد. نعم. والسلسول الميخ. الميخ سلسول الميخ نو نفس الشيء. طريقه مالح نفس الشيء. اي نعم.
والبشكر والسيداف الكبار. السيداف الكبار صحيح صحيح صحيح. تعال 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 عطني من كوتك. وقع الراس عندك بس المهم الراس وقع. لا ود عماني هذا. لا والله لا والله صراحة استمتعنا في أمور طيبة والحمد لله والله العظيم ارتحنا وذكرنا أيام أجدادنا أيام سفن تقليدية. أنتوا أول مرة تزوروا المهرجان؟ عن نفسي أنا أول مرة أجي المهرجان، جاي الدوحة أكثر من مرة. أنا جاي مرتين. جيت المهرجان؟ العام والسنة. عندك صيد؟ لا بعد. الله يعطيك. حاط الجن وين بالصيد؟ إي. أنت ما بحار. أنا ما فضل. لا تسكرت معرس معرس عبد الرحمن عندك شيء؟ لا احسن ما نمشي لك صوب الصوب الثاني. روح لك صوب انا بجيك انا بجيك طيب الله وجوكم ما قصرت زين. زميل خليفه في البيت القطري خلينا نشوفه. أعزائي المشاهدين متواصلين معاكم من مهرجان المحامل التقليدية 2017 في النسخة السابعة، لكن اليوم احنا شرفنا ان ندخل البيت القطري وياي اخوي عبد الله الغانم. راح نسولف ونتمشى شوي في البيت القطري. اخوي عبد الله مساك الله بالخير في البداية. مساك بالنور اخوي. يعني في هذا الحوش اللي اليوم لا تقصر عبد الله، لا تقصر عبد الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني حسن ترك الاستديو ويانا لين مكاننا. ابو عبد الله يعني في هذا الحوش اللي ربوا فيه اهلنا ابهاتنا امهاتنا عيالنا الصغار وتربوا على الاخلاق الحميده وتربوا على الطيب وتربوا على الكرم وتربوا على يعني اليوم اليوم واحنا نشوف هذا النموذج من البيت القطري. صحيح. نبغي نوصل معلومه للاجيال الجديده. نعم. ايش كان البيت القطري تكون من ايش؟ الاول يعني البيت كان بسيط الا اللي يقدر يسوي ذاك البيت يعني اللي فيه التكاليف وفيه ذي. طبعا البيت هذه عباره عن ليوان وتكرم المجدد اللي هو الحمام. نعم. وعندك الله يسلمك العشه اللي هي المطبخ، هذا البيت الاولي. نعم. والميلس اللي حصل له يعني يقدر يسوي له ميلس يسوي له ميلس يعني في طرف البيت ولا في ذرة شيره ولا العموم هو الميلس بطيب هل وبطيب رجاله يعني مو نعم. اي نعم. ايضا ليوان كان له صوله وجوله. نعم. عند الاوليين كان صار فيه كل شيء الاول. انا ما لحقت لكن انا حبي حق هذا الشيء خلاني اهتم في هذه الامور. طبعا الليوان الاول امهاتنا يتمعون فيه بعد صلاه الفير الاول المره والريال يرد من المسجد تقهوي يروح العمل. فهذه الليوان يعني كان يحتوي الاسره وكان يجمعهم على كل السفره وعلى كل الامور هاي اللي تخص البيت. عبد الله ايضا يعني نلاحظ من سور البيت او طوفه البيت اليوم في الطراز القديم كان ما في حواجز بين البيوت. نعم. نعم. حتى يمكن يعني نعم. الام في هذا البيت يتكلمون بعض البيوت الله يسلمك كانت عباره عن ليوان فقط ليوان على السيف ولا ليوان على في وسط الفريج اللي يقدر يسوي له حوش الاول يسوون الحوش. اي نعم يعني هذا البيت حتى ما في وارش. لا ما في وارش ما في وارش ما في وارش. الوارش اللي هو خلينا نوضح السطح. اي نعم الله يسلمك بعضهم يسوون الفريه اللي هي تفصل يعني بين بيت وبيت يدخلون منها يعني وكان يعني الجار يعني له قدر كبير الاول. نعم نعم يعني بطيبه هل الاوليين. نعم. وتكاتفهم والفتهم. نعم. يعني كان مجتمعهم بسيط لكن كان فيه الخير. نعم. وكان فيه الطيبه. نعم. وكان فيه التلاحم. صحيح. والتراحم. لكن اليوم نقول احنا الطيبه في هالقطار. نعم. واهل الخليج والعرب بشكل عام موجوده لليوم. نعم نعم نحمد الله. يعني نشوف الان من خلال الكاميرا هذه الحجره. اي نعم هاي الله يسلمك تجمع اللي هي حجره اللي هي تخص الاسره فيها من عده الطواش وفيها من الحاجات اللي تخص النوخذة او صاحب الشان في 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 الفريج او في المنطقه. نعم نلاحظ من يلستم هذه كانت اليلسه نعم الاوليه. نعم ابدا البسيطه. اي نعم اي نعم هذه يعني احنا نقول مثل بيت الطواش ولا بيت النوخذة. نعم. شوي تميز فيه مناظر. نعم.
وفيها الزجاجيات هذه مثل ما تشوف. نعم يمكن اليوم احنا من خلال الكاميرا نشوف هذه الاضاءه الكبيره، لكن في فترة من الفترات كان هذا الفنر. الأول فنر، واللي يقدر على الفنر الأول سراية مثل غرش الله يسلمك، ويحطون فيها فتيلة ويمرسون فيها تمرة على أطرافه ويورون عليها. الأول ما مش يعني فنر، اللي يقدر يفنر يجيبه بعد. نعم كانت بساطة وعايشين ومستنسين. لكن عبد الله يمكن ما لحقت أنت على ذاك الجيل، لكن حبك لهذه الثقافة وهذا الموروث خلاك تتعلم. هذه احنا واجب علينا، لازم نعرف عن يدودنا وعن أبهاتنا الأولين. وطبعاً الغوص خلنا نقول إحنا الأول في الدوحة، يعني هو مصدر الرزق الأساسي مثل الغاز والبترول حالياً. كان الغوص الأساسي، كان هالقطر كلهم يتجمعون على اللي هي المحامل اللي تدش الغوص. نعم، ويمكن ذيك الفترة أخوي عبد الله لقلة الخياطين في البلاد كانوا يجلبون بعض المكاين من برا. نعم الأول الله يسلمك أمهاتنا يخطون على يديهم. نعم. ثيابنا وكل شيء، حتى ثيابنا احنا يعني الريايل يخيطونها هم. فهاي المكانياتنا عقب، طبعا هالمكينه يعني عمرها ما يقل عن 90 او 100 سنه. نعم. نعم هي وطاولتها يعني من عمر واحد. نعم. نعم. طيب ونشوف ثوب النشل اعتقد او البخنق. نعم. يعني كانوا في البيت. نعم. يطرزون هذه، ويمكن كانوا ينافسون الخياطين في يعني الوقت الحالي. كل يعني واحده من امهاتنا كانت يعني حتى الأول اشتهروا أمهاتنا بالمساند، كانوا يخيطون المساند حق الميالس حق العيد حق الأفراح، حق كانوا يعني يتميزون بهذه الشغلات. نعم، نعم كانت نعم. وطلعت عندنا نقشات في الدوحة ما طلعت في العالم كله. نعم، نعم. يعني نبي نشوف هذه. نعم. اللي هي طبعا نعم كانت وما زالت يمكن الطاسة. نعم. أم قفل. أم قفل الأول يسمون القفل قحام. قحام نعم. هاي قحام يسمونه. نعم لأنه ينقحم. نعم. اي نعم. ليش تتوقع اخوي عبد الله ان كانت هذه يقحمون؟ والله احنا سمعنا قصص كثيره، حد يقول يعني امهات البيت يخافون على الماتش اللي يخافون على ذي، فكانوا يعني اخترعوا هذه القحم او اللي هو القفل. نعم وما زالت تصنع. نعم لليوم. نعم موجوده. نعم, نعم. اخوي عبد الله خلي بعد والله يسلمك الذهب بعد يحطون فيها الذهب. نعم ويقفلونه. يعني نلاحظ اليوم بدايه التلفونات. نعم الله يسلمك هذا التلفون، والله يسلمك الكتاب اللي هو كتاب الأجواء على ما أظن يسمونه، اللي هو فيه مقاسات اللولو أساميها على حسب وزنها، يوزنها الطواش أو التاجر ويشوف وزنها كم ويقايس على الدفتر هذا. يعني أخوي عبد الله يوم دخل التلفون أعتقد في دولتنا الحبيبة قطر كان طفرة وكان شيء عجيب. صحيح. يعني نعم التلفون وما يتبعه من المشتختة والراد وهذه الأشياء اللي طلعت يعني شوي متأخر. نعم يعني طيب نتمشى شوي اخوي عبد الله. ايضا اليوم الجيل الحالي نلاحظ فعلا وهذه غرسه قطر ان عيالنا اليوم يتعلمون، ونلاحظ عدد كبير. صحيح. يعني في الفتره الصباحيه في هذا المهرجان. نعم. اليوم انا اسعدت اني اشوف طلاب المدارس. أيوة. من دول كثيره. نعم انا كنت متواجد واشوف بسمتهم وفرحتهم على هذه الامور، خصوصا هناك صوب اللنجات كانوا فرحانين يعني الاطفال. أخوي عبد الله أيضا نقول في هذا الجيل اليوم تعلموا شباب كثار، طبعا بفضل قيادتنا الحكيمة اللي طبعا أهدت لنا هذه المهرجانات وعلمتنا على أشياء كثيرة. لكن أيضا اليوم أنا أشكر كتارة صراحة، يعني هذه ما استوى في العالم كله، استوى في الدوحة هني. إيه نعم، فهذه يعني بروحها ملتقى ثقافات، يعني احنا نتعلم من هالكويت، هالكويت يتعلمون من عندنا، نتعلم من هالعمان، فهذه يعني اعتبرها انا يعني تعارف وشيء صراحه يعني مفرح. انا اليوم الاحظك ان انت مثل ما نقول بلهجتنا متولع في هذا التراث. نعم نعم. اليوم تلاحظ عيالنا بعد فعلا فيهم تولع في هذا التراث؟ في نعم نعم، في اشياء تشدهم. يا شات شدهم. نعم يعني شلون يقولون الاول شلون هل اهلنا الاولين يدشون الغوص 4 أشهر لا كهرباء لا تليفون لا شيء، فهاي الشيء يشدهم. نعم ايش تبي تقول حق عيالنا الصغار اليوم وهم يشوفون هذا الموروث على ارض الواقع؟ ايش تبي تقول لهم حتى ايضا نغرس فيهم هذه الغرس؟ انا انطر هالقطر كلهم يجون، لان صراحه يعني شيء يعني مشرف للبلاد وللخليج كله. إيه نعم. وانت اخوي عبد الله ايضا مشرف لاهل قطر، ودائما بدعمك وايضا معلوماتك الوفيره اكيد انك راح تنقلها للاجيال الجايه باذن الله، وانت شاب الان، ويعني اكيد احنا مثل ما نقول انا طموحي اكبر ان شاء الله من هذه. نعم ان
شاء الله. واحنا ايضا نتمنى نلقاك مره ثانيه اخوي عبد الله وفي مكان اكبر. شرف لنا يا اخوي. بارك الله فيك. تسلم اخوي عبد الله الغانم. مثل ما شفتوا معلومات وفيره عن البيت القطري، البيت اللي احتضن اسرنا، امهاتنا، ابهاتنا، جدودنا، عيالنا لما كانوا صغار. اليوم اللي عاش هذيك الحقبه من الزمن اليوم اعتقد يحن لهذه المباني، رغم ان احنا نقول اليوم الله حبانا بمباني كبيره وواسعه، لكن الا انه يحن لهذه الماضي الجميل، الماضي رغم صعوبته الا انه يحن له. طبعا هذا اللي عندي في البيت القطري، وارجع للزميل حسن المهندي في الاستديو. في الحي الثقافي مع هذه الاحتفالية الكبيرة، والآن احنا في مجلس الدامة. شنو هو بالاحتفال الكبيسي؟ مساك الله بالخير. يا اهلا مرحبا، الله يسلمك. شلونك طول عمرك؟ الله يطول عمرك. مساك بخير. قالب ولا مغلوب؟ والله متعادل. متعادل وياه. علي المري مهامنا. الله يسلمك. بعد فنان في الدامة بعد باين عليك. يعني كذي نلعب. توك تعلم ولا من زمان؟ والله تقريبا صار لي حمو يوم سنة سنتين كذي. شوف شلهوب بطل من الابطال صح؟ والله على كل واحد على حسب على حسب قدرة الواحد يعني. بس لا هم دي هي على حسب يعني الحسابات يعني التي يمكن تغلط في غلطة واحدة يعني يمكن تضيع الحطب كله، تضيع الشوط عليه. ترى شلهوب بالحدال الكبيسي ولد الشاعر الكبير الحدام بن صباح الكبيسي الشاعر القطري المعروف، ودائما يسمونه ابو شلهوب. وهذا شلهوب اللي ما شاف ولد الحداب بالصباح، هذا ولد الحداب بالصباح بشحم والحم. ما عليك زود الله يسلمك. الله تحفظ شيء من شعر ابوك؟ كلش. لا والله محفظ. ولا قصيده؟ كلش. ابوك شاعر ما كتبت الشعر كلش؟ ما اعرف، مو بحافظ شعر يا اخي. شعر ابوك المفروض تحفظه يا شلهوب. يعني نوع قديم مكتوب العاميه، يعني واحد يصعب يقراه يعني. قصيد وايد وكثير، الواحد ما يقدر يعني ما يحفظ بيت بيتين يعني وايد معانيها قصادك. ما تعرف معانيها؟ انت لحقت عليها؟ اي لحقت عليها. يوم توفى ابوك كم عمره؟ يمكن حوالي 10 سنين. 10 سنين. الله يغفر له ويرحمه. تعال نبي منك صوت. نبي جره ان شاء الله. ابي تجرح ان شاء الله. اجرح وعذب على ما تشتهي، الصدق يبقى والحقيقه تنتهي. ان شاء الله. واويلي 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 صاح من يور سلمى حلو زر عقلي وفار ويلا ويلي ويلي وشروخ الافكار دورها زماني لو دورها زماني دورها زماني وفار ويلا. وسلامتك يا ابو مشعل. صح لسانك. صح لسانك. شباب مساك الله بالخير. مساك الله بالخير النور. مين فايز؟ انا فايز. فايز عليك؟ اي نعم. انتوا دائما تجون تلعبوا دامه ولا؟ دائما. واقف بعد. انتوا فرقه المجلس؟ والله اي نعم. الشباب كلهم هاي مسؤوليتكم اليوم. الحين طول عمرك ابو الحدان، انت كل يوم تروح سوق واقف؟ يوميا؟ ليه الساعه 10؟ وترجع البيت يوميا؟ عندك شيء من العيال؟ عندي بنتين ولدين. الله يخليهم لك. عندك الحدان؟ الحدان ومحمد وبنات بنتين. الله يخليهم لك. الله يخليهم لك.
علي شلون مشاركتك السنه في المهرجان؟ والله اليوم هالسنه مشاركين الله يسلمك ويا ميلس الدامه. ايه ويا الفرقه بعد نشاركهم يعني. علي انا شفتك ايه نعم. تنهم مع سيمفونيه. هذه الله يسلمك نعم مع الملحنه اسمها دانه بنت علي الفردان. زين. هي اللي ملحنه العمل كامل وبغت تسوي لوحه عن فن البحر. وكلمتنا والله واشتغلنا وياها ذيك السنه نفس الوقت يوم المهرجان احنا نشتغل هناك بس مسرح الاوبرا بس كان شيء حلو صراحه. الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله بعد في المستقبل عندنا عمل معاها ان شاء الله بعد يكون احسن ان شاء الله. زين علي انت الحين تحافظ المواويل ولا تكتبها ولا انا طال عمرك اخذ الموال يعني من مثل راوي وانا احفظها يعني مثلا اذا تولعت الموال خلاص انت بروحك تحافظها. انت تحافظ الموال؟ احفظه. تحافظه وعقب ما تكتب علي اكتب ايه والله جرات ما ركتها تزهيرية بس شني قولها. والله مخي احمد شي يقول اقول لك يعني والله ناسي كلمات. دابا عدها لك عد انا عدها كتبت بعد في سوق واقف عدها. يقول ايش يقول وجروح قلبي وتر. لا لا خلنا نتذكرها والله نسيها ابو احمد والله من زمان. شنو يقول تذكرها؟ ترى عنده قصيد حق الواد خلي يقول لك يا متذكرها. ما يقول ما يقول ما يقول والله انك حافظ يا جلهوب. حفظت زين عطني عطني نهي. انا بقول لك مواله ايه وعلى ما قال المعنى في قلب الشعر. ايه قول اسمع ايش يقول. يقول يقول ترج هالظيم واتبع طيبين الذات. الذات نفس العزيزة تشيم عن ردي الذات. ردي الذات إلا ردي الأصل يتبع ردي الذات. الذات من بهم روات ما يصبر بضيم وهضم. هضم وعالجتن النفس وعيت لا تطيج الهضم. الهضم لا ظن نفسي ترميني بديار الهضم. يا نفس شو ما يعني مرابع ردي الذات. صح لسانك صح لسانك. شو تلين ها نهم هلي إن شاء الله. ترج هالظيم واتبع طيبين الذات. نفسي العزيزة تشيم لو عن ردي الذات. هلا ردي الأصل يتبع ردي الذات. من به ومن به مروات ما يصبر بضيم وهضم. وعالجتنا النفس وعالجتنا النفس وعيت لا تطيج الهضم. لا ظن نفسي ترميني بديار الهضم. يا نفس شومي يا نفس شومي عن مرابع ردي الذات. وسلامتك يا ابو مشعل. علي ما فكرت تغني؟ لا والله. ها؟ لا والله. ما حطر عليك؟ لا والله. ها؟ شنو هو بيغني؟ ما حد قال لك؟ لا والله يا ابو انا مالي بينك وبينك في الغنى يعني. بس المواويل. ايه. الجرحان. فن البحر صار هاي اللي ما عليه. بس في فنون بحريه ثانيه ممكن يعني ملحن من الملحنين يستلهم لك بعض الاعمال وش المشكله يعني؟ والله يا ابو مشعل اذا سنحت الفرصه ليش لا يعني ما عندنا مشكله. عموما انا خربت عليكم لعبتكم. لا والله بالعكس شرفتوا بيض الله وجوهكم ما قصرتوا. والله لا يفرقكم. الله لا يفرقكم. قولوا امين. مشكور يا ابو الاحدام. مشكور مشكور مشكور. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بس فاصل ونواصل معكم.
ما زالت الاحتفالية في فريد كتارة على السيف مستمرة، وعدد كبير من الزوار يتوافدون الآن بشكل رهيب رهيب رهيب. عائلات، شباب، شيبان، حريم، كل جنسيات مختلفة، دول مجلس التعاون تقريبا كلها متواجدة. بس بدي أنوه إن يوم الجمعة إن شاء الله بيكون فتح الخير، بيطلع من سيف كتار الساعة 4 وبيكون معاه سنيار يودعه، سنيار الولاء والوفاء. الآن عندي اليوم حقيقة نتائج حداق السيف. حداق السيف الفائز الأول هيثم سالم العريمي 5 كيلو و950 جرام، وخليفة عبد الله أبو جسوم 5 كيلو و650 جرام، والثالث بدر سالم العريمي 3 كيلو و800 جرام. مسابقة الغزل طبعا
سعيد وجاسم علي العريمي 12 كيلو و 850 جرام، وأحمد صالح العريمي وصالح بن علي العريمي 5 كيلو و 650 جرام، والمركز الثالث منذر العريمي وخميس مساعد البكاري 3 كيلو و 700 جرام. يستاهلون، وألف ألف ألف مبروك، ألف مبروك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي تنتهي فعاليتنا لهذا اليوم، على أمل أن نتواصل معكم غدا في فعالية اليوم الثالث. تابعونا من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء، وبيض الله وجوهكم، وسامحونا على القصور، ومع السلامة. وقص الضمير بجار.